نعم، نسمع إلى التبويب التالي. باب التثنية على كل حال وعند الوقاع. نعم، إذا هذا تبويب جديد فيه إشارة إلى سنة التسمية عند الوضوء، وذكر الإمام البخاري أن هذا التسمية أمر عام يشمل جميع الأحوال. قال عند كل حال، أي ما يخطر في بالك من حال إلا ويجوز لك التسمية. ثم خص الوقاع. ما معنى الوقاع؟ تفضل. نعم، أي الجماع. خصه لأنه مظنة أن هذا المكان فيه كشف عورات وخروج المني وما شابه، فقد تقول النفس أني لا أريد أن أسمي في ذلك المكان، فطلب منك الشرع في هذا المكان لأنه وقت غفلة ألا تنسى أن تذكر الله عز وجل. فكيف بمن قضى أوقاته تجده مثلا ينتظر معاملة له أو جواز سفر أو أي شيء من هذه المعاملات، وهو ينتظر على المقاعد جالس وينتظر بالساعات، لا يحرك شفتيه بذكر الله عز وجل ولا بقراءة القرآن. أنت في وقت انتظار وليس لك إلا أن تنتظر، فأكثر من ذكر الله وأكثر من تسبيح الله وأكثر من قراءة القرآن. ماذا يضيرك لو ذكرت الله وسبحت الله وحمدت الله في هذا الوقت؟ فهذه غفلة، تنظر إلى وجهه لا يحرك شفته، واقف هكذا لا ذكر لله، لا إله إلا الله. عند الجماع مطالب بذكر الله. إذا دخلت السوق وهو مكان تفريخ الشياطين ومع ذلك مطالب بذكر الله. فإذا انظر ماذا في هذا الحديث الذي ذكر لك البخاري، وهذا في فعله هذا يلتقي مع أي نوع من الدلالات؟ يلتقي مع أي نوع من الدلالات الأخير؟ نعم، دلالة الأولى، أنك يا أيها المسلم يا عبد الله الذي هو مطلوب منك أن تذكر الله وقت الشهوة وقت الغفلة، فمن باب أولى مطلوب منك أن تذكر الله وقت الرخاء ووقت الاطمئنان ووقت الانتظار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.